هو موقف كلما تذكرته يهتز قلبي والله. هذا الموقف أقسم بالله العظيم ما قرأته في كتاب، إنما هذا الموقف حدث معي شخصيا، رأيته بعيني رأسي، والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات شاهد على ما سأحكيه لكم، وهو الذي سيحاسبني على هذا الكلام. في السنوات الماضية كان معايا مجموعة من الشباب كده، فكنت أعطيهم كيفية غسل الميت بالطريقة النظرية. يعني إيه بالطريقة النظرية؟ يعني لو عندنا ميت بتغسل إزاي؟ تقلع هدومه إزاي؟ بتلينه إزاي؟ صب المية إزاي؟ كيفية التكفين وهكذا. فالمهم من حين لآخر، يعني ممكن تقول ممكن كل حوالي مثلا أسبوعين أختار ثلاثة من الشباب ونخرج نغسل ميتا عمليا. طبعا أنا أحكي هذا الموقف لا أذكر الأسماء ولا أذكر الأشخاص ولا أذكر الأماكن، نحن نأخذ العبرة من القصة وفقط. ذهبت طبعا ثلاثة شباب دول أول مرة يغسلوا في حياتهم، وبعد أسبوعين أخذ ثلاثة برضو ما غسلوش، بحيث إحنا نتعلم. وأنا برضو نصيحة، معلش نصيحة، إحنا كلنا لازم نتعلم المسألة دي. ما تدخلش حد غريب بيتك. دخلنا قابلنا أولاد هذا الرجل، لأننا أبونا في الأوضة جوه. فالمهم لسه بنقترب من الأوضة كده، شميت ريحة، أنت عارف طفي السجاير اللي مركون بقاله زمان، يعني ما سامحني في اللفظ، ريحة معبقة. شميت ريحة طفي سجاير كده، إيه يعني إيه، صعبة جدا وظاهرة جدا وملفتة جدا. فسكتت هقول إيه. دخلنا لقيت السرير بتاع الرجل ده، الرجل ده معلق شنط حوالين السرير كده بمسامير، وعلى الشباك بتاع السرير الخلفي وعلى الكومودينو شنط، جوه الشنط دي علب سجاير، جوه علب السجاير دي اللي هي بيسموها فلة السجارة بيرميها جوه. يعني هو ما بيرميش، بيشرب السجارة ما بيرميهاش، مش بيرميها، ده هو بيشربها ويحطها جوه العلبة بتاعتها الأساسية ويحط العلبة جوه الشنطة ومالي شنط سجاير كده. يعني انت تشعر ان قلب هذا الرجل قلب معلق بالسجائر. فالمهم ببص لأولاده عايز اعرف، قالوا له هو ابونا نظامه كده، ما كانش بيرقعها، ما بيرقعهاش، ما بيصليش ابدا، قلوبنا معاه. معلش عم الشيخ هنغسل هنعمل ايه؟ قال لي ما بيرقعهاش. تمام. والسيجاره دي لا تفارق يده، كانها نفس كده، زي ما بتنفس بالظبط، وما بيرفض ان احنا نرمي الحاجات دي. العجيب بقى، اسمع اللي جايه دي، العجيب ان احنا كشفنا الرجل ده، اقسم بالله رايته ابيض، وشه ده ابيض جدا، ايده بيضاء جدا، لحمه ابيض، رجليه كل حاجه بيضاء. قلت ما شاء الله، نسال الله حسن الخاتمه. فالمهم حملنا هذا الرجل ووضعناه على الخشبه، اقسم بالله يا اخوه هذا حصل، الله سبحانه وتعالى سيحاسبني على هذا الكلام. بدأنا نلينه وبدأنا جبنا الماء وبدأنا نغسل. أنا قرأت في كثير من الكتب أن كثيرا من الفقهاء وكثيرا من العلماء ذكروا أن هناك من الحالات من العباد اللي كانوا بقى بعيد عن ربنا وما كانوش بيطوعوا ربنا وكانوا في معصية مستمرة ويجادل، خدت بالك أنت، ويكسر من الذنوب والمعاصي، يقول لك أنا كده صح، في ناس كده بفكرني فهلوة. فقرأت إن في بعض الحالات إذا صببت على وجهها الماء وشه ده يسود. أنت مصدق الكلام ده؟ أنا مصدقه، لأن هؤلاء العلماء لا نزكيهم على الله يكذبون، سينقول لك كلام من ده وهذا أمر مشاهد، أنا مصدقه. بس اللي ما كنتش، اللي كنت انا مستبعده، ان انا ارى هذا المشهد امام عيني. انا مستبعد ان انا اشوف كده حاجه في حياتي، انما انا مصدق الكلام والله. انا بصب ميه كده على وجهه، لقيت وجهه بيسمر، فبداخلي ثبتت نفسي، قلت يمكن مش اخد بالي، جبت الميه بصب تاني، وشه بيسمر اكتر. المهم ابن هذا الرجل قلت له بعد اذنك هات لنا بس ميه كده وخلينا بس كده معاه. المهم رجع مشى،
بقينا احنا انا واصحابي بس. قلت لهم يا جماعه كل واحد ياخد كوز ميه ويصب على وجهه، ونريد ان نتعظ. نحن هنا نريد الاجر الاخروي الثواب، وفي نفس الوقت نتعظ. قلت لهم كل واحد ياخد كوز ميه كده وكب. المهم بدا اولهم صب بعض الماء، وش الراجل بيسمر بيسود، كوز وقع على الارض، وصاحبي عايز يمشي. قلت له لا، محدش فينا هيمشي من هنا، الراجل ده لازم يتغسل ولازم يتستر ولازم يتكفن ولازم يروح المسجد يصلوا عليه، وبعد كده نروح في اي حته، محدش هيخرج. نريد ان نثبت انفسنا. اقسم بالله العظيم يا اخوه، احنا بنصب الماء على هذا الرجل حتى تحول وجهه الى فحمه سوداء. انا لا استطيع ان انسى هذا المشهد ابدا ابدا ابدا، لغايه ان ابنه لما جاء قال انا عارف، احنا عارفين، هو يعلم ماذا كان يفعل ابوه. لان عايز اقوله يا جماعه، من على هذا المنبر لابد ان نتقي الله سبحانه وتعالى. نريد ان نفتح صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى.